لك اهلين. هيا حلوه، شو اخبارك؟ اول مره بشوف حدا يعني اضعف مني بكثير او بشوي. هاي كيفك حمود؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. وانت اكثر مليانه شوي. والله انا خاسس والله العظيم. والله. بس كنت زمان رفيع كثير. لا انا خاسس بتاع 7 كيلو. والله برافو عليك. معناتها كثير تخنت انت من وقت ما بطلت تحاكيني. وبطلت كثير. ايه الحمد لله. انا كمان مبسوطه كثير. يا رب ما اتخن. ربنا يخليك. كيف تمام؟ الحمد لله تمام. حماد صديقي كيفك؟ مشتاقين. تمام يا حبيبي. اخبارك ايه؟ تمام حبيبي. ليه الاخبار؟ يا اهلين، يا اهلا وسهلا. شو هالجامعه الحلوه؟ شو هال ايه والله. بس لبسه لذيذ. ظريف. انت كنتي امله؟ عملت دايت فتره كده ف امله. ايه بس لابقين له والله. ساعه الكليب بتاعنا عملنا كده، يعني قعدنا ناكل كتير وبعد كده رحنا عاملين دايت على طول. وين الكليب صورتوه؟ هون في مصر. قصر طاز. هو كان شيء عن مصر، عن وطني، عن شيء هيك؟ كان معمول لمهرجان الاعلام العربي. وكان يعني زي ما تقولي انفيتيشن لكل العرب هم ييجوا يحضروا يعني المهرجان ده ويحضروا. بس كانت حلوه قوي. ما احلاكي وما اطيبك. الله يوفقكم يا رب. حمود شو اخبارك؟ بتعرف انت الاستاذ مروان؟ احنا اصحاب اساس. حاضر. فعلا انا ومروان. مروان على فكره غنى لي اغنيه كمان لحن بصوته في مسلسل. وطبعا كنت ميت رعبه وانت عم تلحن له. كان ايه؟ كنت ميت رعبه. لا لا انا هو اصحاب انا يعني انت فظيع. وكمان في حاجه كنت عامل لمروان اغنيه كانت عجباه فهو اداها لكارول سماح. اي واحده؟ اللي هي اقول انساك. غنية كتير حلوة. ولا شو بتقول؟ يعني بس غني لنا مقطع منها. نغني. وين جيتارك اللي كنت تعشقه وما بتمشي إلا يكون يعني قبلك، يفوت قبلك؟ في جيتار بقى هنا قلت. مش هعرف أبقى لحد غيرك وأنا بتخيل نفسي معاك. من يوم ما بعدت وكل حاجة لسه في مكانها بتستناك. مش هعرف أبقى لحد غيرك وأنا بتخيل نفسي معاك. من يوم ما بعدت وكل حاجة لسه في مكانها بتستناك. وانا ليه بشتاق لك ولسه انا ليك بحتاج لك وحاسه انا بيك يا حبيبي حياتي معاك. واقول انساك احن اكتر ولا برتاح ولا بقدر. وهعمل ايه يا حبيبي حياتي معاك. واقول انساك احن اكتر ولا برتاح ولا بقدر. وهعمل ايه يا حبيبي حياتي معاك. فظيعه. الله حلوه فظيعه. دي انا كنت بسمعها لمروان. كان في بينا مشروع شغل يعني وهو حلوه كثير كثير. ومحمد موهوب موهبه عجيبه. عمل لي زمان اكثر الملحنين اللي بحبهم. انا هيدي بقولها يعني من احساسه وبيقدم شيء جديد كمان يعني. هي حقيقه. هي حقيقه. انا اول الحاجات اللي نزلت لي برضه كانت مع محمد يحيى اغنيه ام من هالايام. برضه كانت اغنيته اللي هي كانت اياب وتتر كمان. كانت اغنيه فيلم. كانت اغنيه فيلم. اغنيه فيلم. والحمد لله يعني من انجح الحاجات اللي عندي يعني. برزت جدا جدا بكلامها وبلحنها طبعا يعني. طب تسمعها؟ يا ريت ارجوكي. ما اطيب هيك لذيذة. من هالايام. من هالايام. غني معايا. بتفرحنا ساعات وبتجرحنا ساعات وبترمينا الفيل.
أسئلة بلا إجابة، وإحنا دينا عايشين دنيا وزي رهن أو دور بيدور على كل الناس. اضحك تنسى زي ما ترسى نصيب مكتوب وخلاص، دنيا وزي رهان ودور بيدور على كل الناس. تضحك تنسى زي ما ترسى نصيب مكتوب وخلاص، واللي فينا نجري ونحلم جايز جايز تضحك لينا قدام. الله الله، عجيبة والله، عجيبة هالنهال. أنا أول مرة بلتقيكي شخصي، صح؟ صح، أول مرة بشوفك. صح. بتغني بالأوبرا؟ لا ما غنيت بالأوبرا. لا ما غنيتش بالأوبرا، هو أنا بغني من زمان، بس كانت أول دخول لي يعني ظهور على الشاشة المصرية يعني كان في استوديو الفن. استوديو الفن هذا اللي وين؟ اتعمل بمصر، كان أول مرة يتعمل بمصر، والحمد لله خدت فيه الفضية، ميدالية فضية. والله ما طيبك، الله يوفقك يا رب. مدري ليش تخيلت إنه أنت بتغني بالأوبرا يعني نفس الطريقة، أظن إنه يعني كتير يعني كتير ظابطه امورك، ففكر انه اللي بيغنوا بهالطريقه وما بيكونوا لهم زمان. انا عايزه اقول لك ان انا مش بيغنوا. بتمرن، عايزه اقول لك ان انا كده يعني انا بحب الغنى. وعلى فكره يعني تربيتك يعني تربيتك انت. يعني بسمعك على طول وبحفظ اغانيكي، فطبعا ده خلاني ممكن تقولي طبعا اذا هيك خلص معناتها اكيد يعني الطرب متاثر فيا. حافظه الغنيه اللي لحن لي اياها؟ عطشان، عايزه اشرب ماء. يلا دقيقه بس لارفع هذا الحزام. بس ماي طيب، النسكافيه اللي بتعمليها والله لازم، ما شربتها في انوان هيدي ولا انت محضرتيها؟ ما حبيت اعمل لك غيرها. طيبه بالعكس، مالي حاسستك حبيبه. انا بالعكس. هي كل الاشياء، بس قلت اذا بدك سكر زياده بحط لك. بدك سكر؟ لا لا كثير منيح. انت مي، وفي عصير وفي شاي. مش عايزه تعبك يعني. لا ما في، في يعني ما في مشكله. ممكن اتعايش. نهال شو؟ اي حاجه اي حاجه، في كل شيء باب. في هاي النسكافيه السهله تبع اللي فيها كل الاشياء مع بعض، في شاي قهوه. شو بدك قولي؟ انا ممكن خلاص شاي. ممكن نسكافيه؟ ممكن. ولو عايزني اجي اعمل اي حاجه قولي. نسكافيه. يلا على راسي. اوكي اني ده الشاي ده معلقه. بس سخن لك المي. انا منيح. قديش سكرك والله؟ لساتك يا حمود طويل انت، تصور لسه طويله. لساتك طويل، ورجيني قديش الفرق. ماشي، بس عندي يعني كنادر. كم وحده انت؟ كم يعني؟ ماشي، معلقه كمان وخلاص. ماشي كده تمام. اوكي كنت حاطه معلقه واحده بس، ناقص حاجه واحده بس. شو عم تقولوا؟ شو عم تقولوا يعني؟ شو قاعد منتفع على قعدتك الوقت وشيرت بطني هيك؟ بتعرفي هي احسن عاده. انا اوقات بما بصير يعني كثير اكره فكره المعده كثير، وطبعا بكره المعده للبنات اكثر من الرجال، لان الرجال منطقي يكون عنده اول حاجه كروش صغير بيطلع له شويه بطن. فبعود حالي كنت طول الوقت يعني كثير شاده بطني. مش صعبة؟ تركزي على الموضوع؟ صعبة فظيعة، بس تتعلم مع الوقت وبيشد عضلات بطنك. ايه صحيح. لوحدة. اخر حاجة بتنزل في الجسم البطن. أنا هالفترة لأول مرة قال لي 4 أشهر. أول شيء. لا 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 خالص. لا صحيح معك حق، عم بحاول أعمل رياضة، مش معقول هالمنطقة شو صعبة. ما هي في حاجات للرجال، إيه للرجال، لأنه أوريدي بيكون عندكم. في حاجات بتمنع زي البيبسي. يعني قابلية للتشخيص. صح، في أكلات معينة. في حاجات معينة هي اللي هتمنع البطن دي خالص. إنك تاكل متأخر بعد 7. خدت أنا أدوية وحاجات كده. عن جد؟ عملت لي هبوط، بطلت، بقيت ألعب. بسم الله تمام، نسق على بعضها. تعال تعال حمود، تعال شيل هاد باب، شيل هاد وهاد والحقني، اثنين هدول. دول؟ ايه. ذوقيها الصراحة، عملت لها عملت لها ما في شيء، عملت لك النسكافيه نسكافيه. بس أنا فكرت هو حيحبها هيك. وخذي هدول. يعني اكلي من من اللي جاي على بالي. قال لك من الاول انه الديكور كثير حلو. والله؟ انا براقب التفاصيل على فكره كثير. اكيد مينيموم. ده اقل شيء. اقل شيء انت يعني بقى بالذات يعني. حلو قوي. واليوم اول مره انا على فكره بقعد بظبط كثير، يعني بظبط شوي، برتب زياده.
طب مرمور وما زف لي لا تخاف تذكر اذا غمضت ما تشوفوني ماني بضيع ساعه بحكي على الميكرو ساعه بغني على هيديك بدي اعزفك الله شو بحب هالاغنيه